وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. خطر على بالي وأنا مسافر رايح العمرة إن أسوي فيديو كما يقال فيسلس فيديو، طبعا راح يصير طويل بس أبي أوثق فيه أولا. يمكن نتكلم على بعض الأحكام، يمكن نتكلم على بعض المسائل الفقهية اللي أعتقد أنها نحتاج إلى التنبيه عليها، لكن في الأهم أن تنظر جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل الأمور للحجاج والمعتمرين ويعني في هذا الباب، حتى ينظر فيها كثير من الناس اللي اليوم فيما أرى تكثر الدعوات في الطعن في المملكة العربية السعودية، رميها بالتكفير والنفاق وأنهم إلى آخره، أن هذه الأشياء اللي حقيقة منبعها مذهب التكفير، مذهب الخوارج، استقوا هذه المذاهب من كثير ممن يتصدر في وسائل الإعلام، وسائل التواصل قديما طبعا، الآن مو بس وسائل التواصل، الحين تويتر وإنستغرام ويوتيوب والأشياء، لا من قبل، من أيام الأشرطة كانوا يبثون فيها سموم وينشرون مذاهب التكفير والطعن في ولاة الأمور والطعن في جماعة المسلمين على طريقتهم، وينشرونها حتى في محطات الوقود اللي كانت في السعودية، كانوا ينشرون كثيرا من الأشرطة سواء من سفار وسلمان ونحوه من الإخوان المسلمين إلى آخره. فهذه الأشرطة غيرت حقيقة في مفاهيم كثير من الناس، وصار عندهم أن المعاصي هي في الحقيقة مكفرة مخرجة من الملة. فاليوم مثلا المؤاخذات حقيقتها معاصي، حقيقتها ذنوب، يضخمونها ويجعلونها من المخرجة من الملة، هذا حقيقة مذهب الخوارج. الآن أبي أوثق هذه الرحلة أو يعني بعض المقاطع فيها، ومنها نشوف لمن لم يرزق الذهاب إلى بلد الحرام، نسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن يوفقه لذلك، أن ينظر في مثل هذه الرحلة العظيمة كما يقال رحلة الغرام، وهي عبادة يعني ما يصح لهذا الإطلاق، لكن كثير من الناس يصح ذلك. خلونا نوثق مثل هذه الرحلة، أوريكم بعض المناظر، بعض المشاهد، بعض الصور، ويمكن يكون المقطع طويل بس مو شرط تشوفه إذا ما يناسبك. لا تنسى التلفظ بالإحرام قبل الميقات، نعم النية بالقلب لكن لا بد من التلفظ، تقول لبيك اللهم عمره أو ما ورد، أما نويت أن أعتمر اللهم يسره لي اللهم تقبله مني فلم يرد. يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام، وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الألباني رحمة الله عليه: وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات، فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام، ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير. سبحان الله، من المسائل لازم واحد يراجعها دائما، خاصة العبادات الغير متكررة، إذا ما يعتاد عليه إلى الذهاب إلى العمرة ينبغي عليه أن يراجع هذه المسائل ويتفقه فيها، ولا يعتمد على غيره أو يعتمد على ذاكرته، يراجعها خاصة طلاب العلم، تسأل وتعبد الله عز وجل على بصيرة، هكذا هي الطريقة الصحيحة. أنا سبحان الله من زمان ورايح العمرة وفي تقصير في مراجعة هذه المسائل، بس إن شاء الله نراجعها وإن شاء الله نتكلم عليها في بعض الحلقات الأخرى. جزاهم الله خير، هذا مطار جديد، أنا أول مرة أدخل الصراحة، لكن جميل ما شاء الله. السلام عليكم.
الزحمة، شوفوا الزحمة اللي قدامنا، بس الحمد لله تهون تسهل. جزاهم الله خير في المملكة العربية السعودية، قائمين بجهد عظيم في هذا الباب التسهيل على الحجاج والمعتمرين. يمكن ما تاخذ دقيقتين الا انت داخل مستلم اغراضك. نشوف الحين الساعة 11:23 و24، خلينا نشوف متى نطلع. للحين احنا ما بلشنا نشوف الناس اللي تشتغل في خدمة الحجاج. شوف هذا الرجل الكريم، شيء عجيب سبحان الله. طبعا هاي محطة قطار، طريق القطار يودينا الى الترمينال اللي فيه استلام الحقائب. المحرم أن يتطيب وأن يدهن في بدنه لا في ثيابه. وحينما كنت صغيرا ظننت أن هذا الحكم جائز قبل الإحرام سواء في البدن أو الثياب، لكن تبين أن التطيب في الثياب لا يجوز. قال لي الإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن أن أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر. طبعا الحمد لله انا بالصداره، ها إيه لازم الواحد دائما يحاول يصير بالصداره كل شيء. سبحان الله جزاهم الله خير. شوف هذا الخط من هني لهناك، طلعنا الحمد لله 3 دقائق. شوف الجهود الجهود، شوف المطار صراحه صعب واحد يجحد هذه الجهود. و يعني سبحان الله جحود ما هي من نعمة، ما هي من صفات المسلم. صلى الله عليه وسلم عافية جزاك الله خير. شو جهود عظيمة ما شاء الله يا جماعة، ما طولت من 10 إلى ربع ساعة مو أكثر منها. الآن إلى القطار. هذا أنا في المطار أنتظر السيارة. العزيمة أني أذهب في القطار، أجرب القطار، يمدحون القطار الصراحة، لكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله المرة الجاية القطار إقلاع في القطار ربما يتأخر، بدل أن تتأخر تكسب الوقت وتأخذ السيارة. يلا واحنا نشوف بعض المناظر، خلنا نذكر بعض المسائل المتعلقة بالإحرام. المشروع في هذا الوقت التلبية والإكثار منها وإعلاء الصوت فيها، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا كل واحد بحسبه، ولا يشرع الذكر الجماعي. وهنا مسألة، متى ينتهي من التلبية؟ يقول ابن مسعود خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل. يقول الألباني رحمة الله عليه فإذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بغيرها كما سيأتي. بعض الناس يسرع أول ما يوصل على طول يروح يعتمر، والمفروض أنك ترتاح شوية حتى تجتمع القوة والنشاط في أداء هذه العمرة واجتماع القلب عليها. فإذا دخلت المسجد
تدخل كما تدخل سائر المساجد إلا عند البيت، فإذا رأيت الكعبة رفعت يديك إن شئت، لثبوت عن ابن عباس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص، فادعو المسلم بما تيسر له. شوف الشغل، شوف المجهود، شوف العمال، اللهم جزاهم الله. إيه باب الملك فهد لحكايات وتاريخ، يا مناس توعدوا عنده، أسأل الله عز وجل أن يجمعهم في جناته جنات النعيم. هذه مسألة قديمة تكلم عليها الفقهاء، هل يشرع تكرار العمرة مرارا وتكرارا في السفرة الواحدة، ولا يكتفى بعمرة واحدة؟ فإذا دخلت الكعبة ليس هناك تحية للمسجد قبل الطواف، فإن الطواف هو تحية المسجد، لكن تعمد إلى الحجر الأسود فتستلمه، تستقبله استقبالا، تكبر وتسمي. طبعا هي لا بد أن يبدأ في السعي بالركن الحجر الأسود المستلم، يقال بسم الله والله أكبر، البسملة وردت عن ابن عمر، أما التكبير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء بين قولين، البسملة والتكبير أو التكبير، الأمر فيه واسع. صفة رفع اليدين ما هو مثل ما تراه يصنعه كثير من الناس، يرفع إلى هكذا، تشير إلى الركن، تقول بسم الله والله أكبر. ومن إتمام الفائدة، لأني ما صورت الصراحة في الطواف وما بعد ذلك من المناسك حتى يتفرغ القلب لذكر الله عز وجل، لكن من أحكام الطواف أنك تطوف 7 أشواط، تجعل البيت عن يسارك، تستلم الركن الأسود من الحجر إلى الحجر شوط، يطبع فيها كلها ويرمل في 3 الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها. هذا باختصار ما يتعلق بأحكام الطواف. طيب هل للطواف ذكر خاص؟ لا، لك أن تقرأ القرآن أو تذكر الله عز وجل وأن تدعو، ليس للطواف ذكر خاص. بعد الطواف تصلي 2 ركعتين خلف المقام أو في أي مكان يتيسر لك، تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية في قل هو الله أحد، مع التنبيه على وجوب تغطية الكتفين للصلاة، ثم تتجه نحو الصفاء وتذكر ما ورد من الأذكار، وتسعى ما بين الصفا والمروة 7 مرات، تسعى سعيا شديدا فيما بين العلمين وفي الجزء الأخضر الذي ستشاهده إن شاء الله عز وجل. بعدها لم يبقى إلا الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. أنا أصور الآن لأن انتهيت فرق في المسألة، لكن نتكلم عن بعض الشغلات المهمة اللي لاحظناها في المسعى في الطواف. يقول لي ليش ما صورت هناك؟ لأن في العبادة ينبغي للمسلم أن يفرغ قلبه لهذه العبادات، أن يفرغ عن هذه المشاغل الدنيا وأثرها على الشباب، عشان تقول ما حبت أن أصور، وإن كانت في بعض الملاحظات المفيدة اللي ممكن أصورها من باب التعليم، لكن لعله وعسى إن شاء الله في حلقات أخرى. بس هذا المسعى سبحان الله في أشياء يعني يقدر واحد يتكلم عنها، ثمة التوسعة في العمود هذا، العمود الثاني اللي وراء ما بعده هو كله من التوسعة، وهذه التوسعة حصل فيها خلاف، هل يشرح الطواف أو السعي بعدها، يعني هل تكون خارج حدود المسعى ولا لا؟ فيها بحث وكتبت فيه بحوث، ما راح ليش بتفصيلها الحين، بس هذه مسألة إن شاء الله يمكن نتكلم عنها بعدين. من هذه الأشياء طبعاً السعي اللي قاعد تشوفونه هناك وأنا أخضر هنا، السنة إنك تسعى في هذا الموضع، لكن هل تسعى أيضاً النساء أو لا؟
الله أعلم، بس راجع مسألة. نقل الألباني رحمة الله عليه عن النووي أن المسألة خلافية، وأن الأقرب إلى الصواب أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل. جزاهم الله خير. تنظيم الحرم رهيب، الأعداد الهائلة من الموظفين المسخرين لخدمة الحجاج والمعتمرين شيء عجيب سبحان الله. في مسألة خطيرة عند كثير من الناس ما يتعلق بالحذاء، الكنادر كما يقال، هل يجوز لبسها أو لا؟ يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها، لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: للذي لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال. قد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين. فالحاصل أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب، هذا لا بأس به. فإذا كانت الكنادر تحت الكعبين لا تستر على الكعبين، فحكمهما حكم النعال ولا حرج في ذلك. أرجو دعم القناة بالاشتراك والمشاركة والإعجاب والتعليق إن أمكن، فهذا يساعد في نشر هذه المادة، عسى أن تكون سببا لهداية الناس.